بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشوف أداة من أدوات الريفت اسمها لايت أب. دي بتلاقي هنا بريفرنس، بتلاقي بعض الأدوات اللي ممكن تسهل عليك اختيار الألوان، تختار إذا كنت تعمل انتيريور ولا اكستيريور وهكذا، هل هتستخدم شمس ولا ريال تايم بحيث إن الريندر يحصل في الوقت الحقيقي. هقول له هنا تاور تول، بيبدأ يعمل لي ريندر للحاجات دي كلها 3D فيو، بحيث إن أي تعديل بعمله بيظهر معايا في الوقت الحقيقي، ما بضطرش ان انا بعد كده ادوس رندر. تمام، دي الحاجات الموجوده هو كيتشن هيت. تمام، اقدر هنا اختار المكان اللي انا عايز اعمل فيه الشغل بتاعي. تمام، تلاقي درجه عاليه من الرندر، وسهل جدا بعد كده تاخد اللقطه تقول له سيف لي اللقطه ديت. تمام، هنا تقول له كابتشر، يبدا يعمل لك تصدير للقطه ديت، تبدا تحدد اذا كنت مثلا عايز افتح ولا اتقل، والتمبريتشر بتاعتك قد ايه، البوليم قد ايه، البوليم ستارت، تبدأ تعمل الاعدادات ديت بحيث اللقطة تطلع كويسة، وبعد كده تسيف اللقطة ديت.